اهلا وسهلا بك يا عزيزتي. اليوم راح نسوي باقلة بالدهن العراقية، هذه اللي دا تشوفيها امامك. تعالي وياي حتى تشوفين المواد المطلوبة وطريقة العمل. اكلتنا لهذا اليوم باقلة بالدهن العراقية. راح احتاج خبز، عندي خبز هنا، طبعا هو خبز عراقي بالتنور الافضل، فانا ما متوفر عندي الخبز العراقي اللي بالتنور، اشتريت من هذا النوع الخبز وهذا النوع الاخر، قطعته وخليته بهذا الصحن اللي راح اقدم بيه. احتاج بيض، البيض حسب افراد يعني العائلة كم بيضة تحتاجون. احتاج هنا النعناع المجفف، نسميه بطمج بالعراقي، واحتاج بصل وحامض، احتاج الشيء الرئيسي هي الباقلة. عندي هنا الباقلة حوالي علبة واحدة 800 غرام، او اذا انت متوفر عندك بالبيت سلقتي وجاهز تقدرين تستخدمين المتوفر عندك، يا اما علب او انت تسلقيه بالبيت. واحتاج طبعا زيت. هسه راح ابدي اسخن عندي الباقله، حضرت الخبز هنا، بس تسخن الباقله عندي راح اخلي الزيت واسخنه واشوف لك شلون يحضرون الباقله بالدهن العراقيه. طبعا بعد ما سخنت الباقله هنا راح اخذها واخليها فوق الخبز اللي سويته، وعندي الزيت هنا همينه دا اسخنه، راح اضيفها كلها هي والسائل مالتها فوق هذا الخبز هكذا. بعدها راح اخلي الزيت الساخن فوقها، بس يكون يعني لازم يكون ساخن كثير. بعد ما سخن عندي زيت راح اضيفه على الباقلة هكذا، اخلي زيت اخر لاجل ان اقلي البيض. اخلي البيض ايضا، بهاي الفترة اخلي البطمج او النعناع المجفف اللي عندي، الكمية اللي انت يعني ترغبون هكذا هكذا. بعد ما نضج عندي البيض راح اخذه وافرغه فوق الباقلة. ايضا الزيت المتبقي، واخيرا اخذ شياكل حامض ازينها بالشكل اللي اريد. عزيزتي هو هذا شكلي النهائي والاخير للباقلة بالدهن، باقلة بالدهن العراقية. اتمنى تعجبك هذه الوصفة وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.